عندما لا يذكرك التاريخ إلا في موقف واحد فقط، فتخلد ذكراك فيه إلى أبد الآبدين. الحر بن يزيد قائد أموي في جيش الحسين. ترى ما الحكاية؟ سأحكي لكم حكايته. أنا هايدي يسري وهذا ملخص القصة. بعد وفاة معاوية عام 60 للهجرة، استجاب الحسين لدعوات أهل الكوفة بالعراق والتي طالبته هنا بورود المدينة المنورة. فالكوفة كانت معقل أتباع الإمام علي رضي الله عنه ومناصريه الذين انتصر بهم في موقعة الجمل وصفين وعليها. فقد بعث الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة كي ينظم الأتباع ويمهد أجواء المدينة لزيارته الوشيكة. لكن العراق في ذلك الوقت كان يترأسه وال قاس عنيف مستبيح لنفوس البشر، يقبض أرواحهم يمنة ويسرة بلا رقيب ولا حسيب. كان هذا الوالي هو الداهية السياسي المحنك عبيد الله بن زياد. بالطبع بن زياد لن يسمح لابن عم الحسين أن يستألب عليه أهل الكوفة، وفور نزول بن عقيل البلاد قبض عليه بن زياد وأرسل روحه إلى بارئها. لم تصل تلك الأنباء إلى الحسين في الطريق، ولم يعلم أن بن زياد كان يتربص له وينوي صده عن دخول البلاد. في أوائل عام 61 للهجرة وصل ركب الحسين من مكان قريب من العراق، وإذا بالغبار يتكشف من أمام نظريه ليظهر جيشاً قوامه 1000 رجل تحت قيادة الحر بن يزيد. لم يكن اختيار بن زياد للحر على سبيل المصادفة بالطبع، فرجل داهية مثل بن زياد كان قد قدر بعناية شديدة واختار الرجل الذي سيعترض موكب الحسين. فالحر هو رجل حسن السمعة لا تشوبه شائبة ولا يضمر الناس كرهه كبعض ولاة بن زياد. أخبر الحر الحسين أن الأوامر تقضي بأن نرافقك إلى بن زياد كي تقابله. وهنا رد الحسين: الموت أدنى إلي من ذلك، وكيف لا، ويد بن زياد لم تجف بعد من دم ابن عمه. وأمر أتباعه بالانصراف إلى المدينة المنورة من حيث أتوا. لكن الحر هنا منعهم وبقي معهم حتى لا يرجعون إلى المدينة. وفي هذه الأثناء كان بن زياد يجهز جيشا قوامه 4000 محارب، وضع على رأسه عمرو بن سعد بن أبي وقاص، واعترضوا الحسين في كربلاء. وهنا عندما رآهم الحسين خيرهم بين 3: تدعوني أعود من حيث جئت، أو تدعوني أذهب لأقابل يزيد، أو تدعوني فألحق بالثغور. وبالفعل أرسلت تلك الاقتراحات 3 إلى بن زياد الذي أبدى استحسانا لها، لكن شمر بن ذلجوشن حرضه على الحسين: لا تتركه يعود، فهو في موقف ضعيف ولا خيار لديه الآن سوى الاستسلام غير المشروط، وليس من حقه أن يملي علينا شروطه في هذا الموقف الضعيف. وفعلا أمر بن زياد جيشه ألا يقبل من الحسين ورفقته الصغيرة التي لا تزيد عن 72 رجلا إلا الاستسلام أو السيف. وفي تلك اللحظة الحاسمة اتخذ الحر قرارا حاسما، كان يعلم تماما أنه سيكلفه حياته. فقد انشق عن جيش بن زياد وانضم إلى جيش الحسين، بل وبدأ في معاتبة جيش الكوفة وتذكيرهم بأن من هم على وشك قتاله الآن هو الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان منهم إلا أن رموه بالأسهم، فعاد إلى معسكر الحسين وسيقت رأسه مع رأس الحسين إلى جانب الرؤوس التي بعثها بن زياد إلى يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في الشام. تذكر الروايات أنه لما رأى رأس الحسين دمعت عيناه حزنا. وبوفاة الحسين أطلت فتنة جديدة قسمت الأمة أحزابا وشيعا لا تزال آثارها باقية حتى يومنا هذا. يقال العزلة في زمن الفتنة هي الفضيلة.